جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسؤدد والمنعة.